المازوت تزاد فيه بزاف، وحنايا كمواطنين كنتشكاو من هذه النقطة هذه بزاف، تنتشكاو منها. أنايا كمستثمر في النقل السياحي، هذه الزيادة اللي تزادت في المازوت راه هلكتنا بزاف بزاف، مع العلم بأن أنتم كتعرفوا بأن السياحة هذه أيامات يلاه بدات تدعو تاني ترجع بشوي بشوي، يعني تزاد عندنا هذا الشيء على بزاف د الحوايج، وما عرفناش حنا هاد الزيادة منين طاحت علينا عاوتاني، هو لا تزاد تيتزاد علينا ولا تنقص ما تينقصوش علينا. إيوا راه بزاف، خصنا نشوفوا هاد الحكومة واش بغات دير معنا شي حاجة ولا ما غادي دير معنا والو، ولا غادي تخلي عاوتاني هاد القطاع السياحي اللي قاسي توفى بشوي بشوي يزيدوا يكملوا عليه الطاب هاد المازوط باش يتهناو عليه تا هما في دقة واحدة. تكون مزيان في المازوط ما بيان سيغ الوقت عيان ديجا، ما كاينش ديك لاكتيفيتي مع هاد الكوفيد وهاد هاد المشاكل اللي واقعين، كاينه لا كريز، الناس بعدا مساكن مأزمين، وعاوتاني زاد حنا بعدا جو بارل انا ابروبو ديال الناس اللي كيمارسوا المهنيين اللي كيخدموا بالمازوط، المازوط هو لا سورس ديال الفلوس ديالهم باش يصوروا القوت ديالهم لوليداتهم. المازوط تتجيب بحال مثلا طاكسي تضل خدام النهار مجموع كلها، هو تتجي للستاسيون ديال ليسونسيت تيليك اون سوم دارجون، داكشي اللي بديت ترباح بديت تصورو كتقسمو مع 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 مالين ستاسيون. ايوا سي سا. انا غالي تيزيدو فيه بلا ما تنشعرو، تنجيو الصباح تنلقاو لا ستاسيون زادو في ليسونس. هي تحدد لنا الاثمنه يكونوا في المتناول للجميع. هادي شي عينه وما تنصورو والو، باش ليسونس تيجي اكثر من اللي تنديو حنا لولادنا. والسلام عليكم. بالنسبه للراي ديالي في هاد الزياده بزاف بزاف بالنسبه للمواطن عادي بزاف عليه. كان في شي حاجه دابا راه في 10.06، انا ما كنهضرش يرجع ل 6 ولا 5 دراهم كي كان في القديم، ولكن دابا تزاد عليك تقريبا واحد امونطون اللي هو كنتي تكونسومي مثلا واحد 200 درهم، ولا دابا غتولي تكونسومي واحد 250 ولا. واش غنقول لك دابا فاش كتكون الزياده تكون زياده ماشي مشكل، ولكن تزاد في السميك، تزاد في حوايج اخرين، تزاد في الصحه، تزاد في التعليم، تزاد في الانفراستركتور. حنا كنشوفوا ديما لا كونسوماسيون دوك لي ماتيغ بروميير دو كونسوماسيون تيتزادوا، مي لو نيفو دو في او لو كو داشا ولا لو بوفوار داشا ديال لو سيتويان كيبقى في بلاصتو. و مالوروزمون لا بليبار ديال لي سيكتور كتلقاي الناس ما مديكلاريينش، تيتلقى اللي خدام ب 1500 درهم اللي خدام ب 2000 درهم، والمعيشه غلات. دابا الثمن ديال المازوط ولا تقريبا بحال الثمن ديال ليسانس 10 درهم، لا اله الا الله وصافي، الله يصاوب، الله يدير شي تاويل. ينزلوا شويه يشوفوا الشعب، يشوفوا المطالب ديال الشعب قبل ما يديروا شي قرار ديال الزياده، يشوفوا بعدا يشوفوا النيفو دو في ديال 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 المواطنين واش قادرين على هذيك الزياده او لا، واش عندهم لي مويان باش تزيد لهم هذاك الشيء، زيد عليهم ولكن زيد لهم في لو روفوني ديالهم.